والسلام، كيف حالك؟ هذا كبير. شو الاخبار؟ نعم، بدي اصور معك هذا الفيديو. مين؟ اهلا. خلص اصور معك هذا الفيديو وانسى بعدين. ما مين دلك علي؟ ابو الرب مين؟ يا اخوان كيف بتدخلوا الشباب علي؟ مش فاهم. هذا الفيديو اصوره معك بعدين ما راح تشوفني. خلص انت جاي هيك يعني؟ هيك. طب شو اسمك؟ حسام. كمان كمان اسمك؟ استنى وجاي صور معك. مش كل الحسامات زي بعض. لا ما خلص صيدكم صار زباله. صلع جربني هذا الفيديو. جربني. والله بزبط. انا بحس حالي يوتيوبر اصلا. والله. طبعا يا جماعه وافقت خلاص. الله يخليك يا زلمه. مرحبا زلمه الزخلول بيحكي. الله حسدني انت والله رهيب. يلا ارجع. خلاص ارجع. اوكي يا جماعه، هو اسمه عمار، من اقوى الكوميديانز في الاردن. صح. ومتواضع جدا زي ما انت شايفين. من اهم صفاتي التواضع بصراحه. اكثر واحد بزبط لهذا الفيديو يعني، هو بيقدم بالمسارح وعلى التيك توك وعلى الانستغرام. طيب، ان حسام حبيب وشيرين صارت بيناتهم سلافه، قصه طرمه. تمام، انا مش عارف شو هي صراحه. حسبي الله فيك يا حسام، حسبي الله فيك والله بيوم وليله. حسبي الله فيك. حسام صار ترند في الكوكب، واي واحد اسمه حسام انطرد من البيت. انا مش على اشي ولا على شيرين، بس انا شو دخلني امي تطردني؟ انا اسمي عمار عادي يعني. يعني انت سببت لنا مشاكل يا زلمه. صار كل الذكور زباله. هم زباله بصراحه. يعني بس احنا متضامنين مع شيرين صح؟ ايه اكيد. لانه انا مش فاهم شو القصه. بس احنا مع شيرين. مع شيرين. ليش؟ لانه شيرين هي الصح. هي الصح. انا بحس شيرين هي الصح. انا هسه بدي اورجيك فيديوهات بدك تفهمني ايش اللي قاعد بيصير. اوكي تمام. فجاه محتوى كله نزل على حسام. هذا شيء اللي هي. هذا شيء اللي هي. هذا بدي احبسه مع حسام. قد ما هو منرفزني يا زلمه. هذا ولمر. أشد أنواع الخسارة أن تكون الجنة عرضها كعرض السماوات والأرض ولا يوجد فيه. لا لا، هيك بحترمه. هيك نحترمه لأنه كتب إشي فيه عبارة. أقسم بالله هو مش فاهم شو اللي كان. هو راسه العبارة. تحية تحية لك. يا حبيبي. أشد أنواع الخسارة. إيش فيه يا زلمة؟ خلاص شيله. أنا قلت لك شيله من الأول ما رديت. بعدين طلع وجهه هيك. أنا مش فاهم هو ليه متدمر يعني. بالعاد اسمع، يعني هو فاهم الترند بالعكس، يعني البنات هم اللي بتدمر. طب ما هو زيهم. وين المشكلة بالموضوع؟ صح صح. شكرا ولمر. أعطينا بني آدم. دكتور، شعري يتساقط بشكل مو طبيعي. أول مرة أشوف حدا بكتب اسم على الروشيتا. أول مرة يا كذابين. لا وبعدين دكتور قاعد بيعالجك. مش فاهم. مش عارف اسمه. بعدين ليه دكتور بيعالج الشعر معه سماعة؟ إيش بده يسمع البصيلات مثلا؟ ليه الكذب؟ ليه الكذب؟ والله كذابين صح. شلي يا ما عجبني كذاب. عزتني كتير. اكتشفت انه حسام حبيب مظلوم بصراحه. والله مظلوم. بلشت اتعاون معه بالضبط. يعني ايش اشتري؟ يرن على المطعم عادي يقول له غلط في الاوردر. بصراحه ملوش دخل حسام، ملوش دخل. بس اشتري اصحابنا خلاص. مش مشكله بنمشيهم اياها. صح صح والله الفيديو تاعهم صح. نفس الفكره. عندي بس تفضل كومنت صغير. بس الدكتور بده يعطيك ابره في التي. تمام، ليه بده يعرف اسمك؟ ليه بده يتعرف هسه؟ شوف بده يذل. هذا شيء ثاني. انت هون بدك ترجع تشوف مخ الدكتور كيف، لانه هو هيك حب يتعرف عليك فشكله عجبه الموضوع. فانت راجع دكتورك او راجع نفسك باللي صار. شوف الابره وين راحت. انت حر. انت حر. القهوه ما ضبطت اليوم. الله ياخذك يا حسين. الله ياخذك. الله اكبر. الفيديو شكله اخوي. احنا قناه عائليه. رجعنا لورا. صح. ايش مالك يا زلمه؟ يا كابتن بصراحه حلو والله.
خليه يعيد الفيديو، خليه يرفع المشاهدات. اخ ما فيديو جميل الصراحة. حضرنا يا مرة ثانية. عزتني كتير. ما عندك قناة يوتيوب؟ ما شاء الله. خلاص نحضره بعدين. هاي سويفت لك. استنى سيء. هاي عملت له لايك. خلاص كفا. اوكي. يا جدعان انا مش فاهم مين حسام. بسم الله. امي صارت تعرف مين حسام. امي بتعرف مين حسام. هو شو قصة ام هالمكتب؟ هو وكل يعني الترندات بتصير عندهم. حسيت حسام هذا دكتور بواسير. ليه كلكم دكاترة ترى كلامكم؟ هذا نفسه. هذا نفسه حلب لترندا. ولا دكتور. ولا صرت شايفك باربع فيديوهات. روق شوي على السماعة اللي معاك. اذا خرب بيت على حسام. بتحس الفيديو جاي يحكم معه ايربودز. مش شايف. في عنا اثنين على تيك توك. دكتور فود. واحدة كانت انا ناسي اسمها الصراحة. بس شو كانت تعمل؟ هذا كيك ولا مش كيك؟ عرفت كيك ولا صابوني. ايوة. عرفت عرفت. ميمي. اتزوجوا. وحد الله. صار لكم بريش الحلو. طباخ وكيك ومش كيك. طباخ وتحت حلويات عشان تحلي مبدئيا اخر اشي. عاملين على الترند. هو اكيد طلع مثل حسام. هو حسام عامل شو بيشارين؟ انا مش فاهم خبرين. نصب عليهم. طب هم ليه بتحسهم قاعدين بيحكوا زي كانهم جد في الدار مش فاتحين لايف؟ خلص سكروا اللايف وخذوا راحتكم يعني اقعدوا. لا اسمع. حسيت حالي داخل عليهم على الصالة فجأة. لازم اسمع. يلا يلا يا حبيبي. اسمع غمض غمض. خلص كملوا كملوا حبيبي. يا جماعة لازم اعمل فيديو كامل عليهم لحالهم. انا والله. عادي تدخلني بفيديو ثاني. حطوه. اخوي كم لايك وتبلش فيديو على اليوتيوب؟ انت تفتح قناة. ثلاث. ثلاث لايكات بفتح قناة بكرة. اكثر 300 يعني. بتجيب 300. ايه عيب. كبير. 350 لايك بعمل قناة على اليوتيوب بكرة. حلو. جماعة لا تقصروا. ايش حكت؟ تستاهل. هاي وقفه مع حسام. هذا ايش كثير غريب. كيف يعني هذا الحكي؟ انا كنت متوقع انه هذا اول ترند مستحيل الاقي انه معارضين. تبدا ايش تعكس الموضوع؟ التميز. التميز هذا اسمه التميز البخزي. شيل اللي عنها. ايش؟ سمعت؟ قمت من النوم لقيت سهم رصاصي منك لله. بتعرف شو يعني السهم الرصاصي؟ بتعرف لما تكون مثلا نفسك تتعرف على بنت وتحكي معها على سناب هي تكتشف انك يعني مش الطموح تاعها. تعطيك بلوك. وهذا هو السهم الرصاصي. ترجع تبعت لها بيطلع لك سهم رصاصي عامل زي هيك. انه خلاص راح كان لما اكله يدخل في قلبي. انطعن منه. صراحه امبارح اكلتها. لا حسبي الله فيك يا حسام. جد. بدي اعرف انت كشاب قاعد وحاط الاغنية هاي انا شو افهم يعني ولا كاتب مثلا انه انا حبيت فيه شو استغلال جميع المساحات في جسمه يعني ايديه كشكول عاملهم فوجهه فاتح بسطة ببيع حلوق سناسيل كله موجود ما شاء الله عليك اخوي استمر والله استمر صراحة يا ريت خلاص انت ليه بتوقف الفيديو خليه شغال يا زلمة تعرف لما تكون تحضر فيديو تيك توك في البيت وامك تضل تقول لك ليش الصوت قاعد بنعاد اسرع عيون الشباب ايش في ايش في مالكم اوكي يا جماعه هذا هو كان الفيديو خلصنا خلاص والله اليوتيوب طلع سريع يا زلمة يا زلمة شغلات حلوه كل فيديو حطلع معك اهلا وسهلا تحب تصور كمان فيديو كمان شوي خلاص ما هي مش هبل برضه يا ريقني شوف اوكي يا جماعه لا تنسوا اللايك سبسكرايب حسابات عمار نسيت ايش فعلوا زر الجرس هاي يعني ماشي ما نفسي احكيها من زمان صراحه اوكي فعلوا زر مع السلامه بسهر قد ما بكي وبصحى باي وقت بحكي